بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة طبعا الحد الرابع من مصر، وساعات كان بيبقى الحد ده هو آخر حد في السنة القبطية، لكن السنة دي احنا عندنا حد هيجي في الشهر الصغير، ولكن نفس القراءة تقريبا بس من إنجيل متى 24، والقراءة دي كانت في إنجيل مرقس 13. والحديث عن نهاية العالم، كأنه نهاية السنة بتفكرنا أن كل شيء له نهاية ولازم نستعد لهذه النهاية. القصة كما جاءت في مرقس 13 الإنجيل اللي اتقرأ علينا بتبتدي بأنه حصلت طبعا كانت يوم الثلاث اللي قبل الصليب على طول، وبتبتدي بأنه المسيح خارج مع التلاميذ من الهيكل لآخر مرة، كان بيعلم في الهيكل ما راحش تاني، وراجع على بيت عنيا بيبيت هناك، بيعدوا على جبل الزيتون في السكة، فقعد مع أربعة من تلاميذه. قديس مرقس هنا بيحددهم: بطرس واندراوس أخوه ويعقوب ويوحنا أخوه ولاد زبدي. فسألوه على كلمة هو كان قالها في وسط كلامه وهو ماشي مروح من الهيكل، لما وهما بيوروه الحجارة الحسنة والنقوش الفخمة الجميلة بتاعت الهيكل، قال لهم: بصوا، لا يترك حجر على حجر في المكان ده إلا وينقض، يعني مش هيتسوى بالأرض، مش هيتساب حجر فوق التاني. فطبعا دي كلمة تخض جدا، الهيكل العظيم الفخم ده هيتهد. فأخدوه على انفراد بقى على جبل الزيتون وهو قاعد كده وشايف الهيكل قدامه وقت الغروب، وقالوا له: امتى يتحقق الكلام ده؟ وبالمرة قل لنا ما هي علامة مجيئك، المجيء الثاني. فهنا كانوا سؤالين: سؤال عن تدمير الهيكل وسؤال عن المجيء الثاني. ولذلك إجابات السيد المسيح اللي موجودة في الإصحاح ده زي ما احنا سمعنا بنوزعها على السؤالين، في إجابات تنفع للاتنين مع بعض وفي إجابات خاصة بكل سؤال فيهم. لكن أنا النهاردة حاول كده نتكلم بس في ثلاث نقط خاصين بنهاية الأيام، وإزاي نتعلم من الأسرار اللي بيكشفها لنا المسيح. هتلاحظوا مع أن المسيح ما قالش اليوم اللي جاي فيه، لكن كشف لهم كتير من الأسرار، ودي أول نقطة إحنا مهم نعرفها، أن أسرار الله لا تعلن للجميع لكن تعلن لأخصائه المنفردين معاه. الكلام ده ما قالوش في وسط الهيكل قدام الناس وهو بيوعظ، هو بيوعظ قدام الناس يشرح لهم الوصايا، يقول لهم أمثال، يجاوب على أسئلة، يشرح لهم عن محبة ربنا والمبادئ الرئيسية في الوصايا بتاعت ربنا: المحبة والقداسة والثبات في الحق. لكن في أسرار تانية بتعلن لناس مخصوصين، ناس بيحبوا القعدة معاه، ناس بيحبوا يقعدوا مع الإنجيل كده ويقروا ويستمتعوا. هنا أسرار الله تكشف ليهم، ناس بيحبوا يقفوا يصلوا ويمسكوا الأجبية ويصلوا المزامير ويتأملوا ويسمعوا صوت ربنا وهم بيصلوا المزامير، لأن المزامير مش بس إحنا بنصليها وبنكلم بيها ربنا، لا، ده ربنا بيكلمنا من خلالها. وكل اللي بيتمتعوا بصلاة المزامير بيختبروا كده، بيلاقوا رسائل جميلة من ربنا ليهم في وسط المزامير، رسالة رجاء، رسالة طمأنينة، رسالة تعزية، رسالة توجيه، وهكذا. فهنا ربنا يسوع لما لقى بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا شغوفين ان هم يعرفوا إجابة، يعرفوا معاني، يعرفوا نظام هيحصل وترتيبات هتحصل، عايزين نعرف أكتر. وفي ناس مش عايزة تعرف، عشان كده إنجيلهم مقفول.
يقول لك كفايه نسمع لنا وعظه في الكنيسه. بحط ايدي على التليفون بطلع وعظه واسمعها. كويس انك انت بتطلع وعظه وتسمعها. دي حاجه مش وحشه. وتعزي وتنور، بس نركز يعني، نركز فيها، مش بتبقى حاجه كده مجرد لشغل الوقت. لا، نركز ونتعلم. الافضل من كده كمان ان انا اللي بسمعه افتح انجيلي واطلعه واخطط فيه واشوف ايه الكلام اللي مكتوب ده، واتعلم وانقل لحياتي من كل كلمه بسمعها. والافضل والافضل ان انا لازم يكون ليا وقت مع المسيح، امسك الانجيل بتاعي واقعد اقرا واكتب واخطط واخد ملاحظات واخد دروس واتعلمها. اسرار الله بتعلن مش لكل الناس، لكن للمجتهدين دول اللي بيحبوا القعده معاه قعده منفرده. يقول لك خدهم على انفراد وبدا يعلن لهم الاسرار دي. صحيح النهارده احنا اولاد الله واتكتبت لنا كل الكلمات دي، بس مين اللي بيقعد يقرا كده ويدرس؟ احنا يوم الاربعاء بندرس انجيل مرقس، يمكن اللي ما يقدرش بيجي بيتابع معانا ويشوفها على اليوتيوب. اخذنا في الاصحاح ده 3 4 مرات، يعني كذا ساعه، كلمه كلمه. اللي بيحب يعرف اسرار الله هيكشفها له، ويقرا كده بروح الصلاه ويتودد للروح القدس عشان الروح القدس يفتح ذهنه فيقرا ويفهم ويرفع قلبه لربنا، زي داود ما بيقول في المزمور: اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من شريعتك، أسرار كلامك الحلو. يا بخت الإنسان كده اللي ينفرد بالمسيح في حتة هادية كده زي جبل الزيتون، ويقعد كده يسأله: يا رب إيه معنى الكلمة دي؟ أنت تقصد إيه بالوصية دي؟ أنت تقصد إيه لما عملت المعجزة دي؟ أنت تقصد إيه بالتعليم ده؟ فهمني يا رب. أنا طفل صغير بتعلم لسه زي الطفل اللي بيتعلم العوم، بس أنا عايز أدخل جوه واستمتع بالأعماق. أنا لسه يعني أدوب كده بخاف. لا، أنا عايزك تبقى معايا وتعلمني وتفهمني عشان أدخل إلى عمق الإنجيل بتاعك. واحد من اللي بيحبوا كانوا الانجيل قوي وبيقروه، بيقول الانجيل ده جميل وسهل حتى الطفل الصغير يعوم فيه وهو مش خايف، والغواص المحترف اللي بيحب الاعماق يدخل ما يجيبش اخره، يدخل ينزل فيه ما يعرفش يوصل للعمق من كتر الاعماق اللي موجوده في كلمه ربنا. فيا بخت الناس اللي بتعرف تنفرد بالمسيح يعلن لها أسرار. تاني حاجة عايزة نفسي تبقى في ذهننا النهاردة وإحنا بنتكلم على نهاية العالم، فكرة مهمة جدا لأولاد ربنا، إن العالم بالنسبة لهم انتهى أصلا من يوم معموديتهم. العالم بالنسبة لولاد يسوع انتهى من يوم المعمودية. هم مش لسه مستنين نهاية العالم، هم ماتوا عن العالم، هم ماتوا عن العالم. وهنا برضو لازم أشرح كلمة العالم. كلمة العالم ليها 3 معاني احنا عارفينها، بس أركزها في ذهننا كده. العالم بمعنى الخليقة، العالم كله، والعالم بمعنى البشر، الناس. يقول لك دول عالم بيفهموا، او دول عالم كذا. كلمة عالم هنا بمعنى البشر. وتالت حاجة، تالت معنى بالنسبة لكلمة العالم، الشهوات بتاعة العالم، الميول الرديئة والشرور اللي موجودة في العالم. العالم بمعنى الخليقة بنشوف فيها ربنا وبنمجد ربنا. العالم بمعنى الناس، بنحب الناس ونخدم الناس ونشوف فيهم صورة المسيح، ومتى فعلنا بهؤلاء فبالمسيح قد فعلنا، إذا كان حب، إذا كان عطاء، إذا كان خدمة. أما العالم بمعنى الشرور اللي في العالم والشهوات الرديئة اللي في العالم، فدي الإنجيل بيقول لنا لا تحبوا الإيه؟
العالم ولا الأشياء التي في الإيه؟ في العالم، لأن العالم كل الشهوات اللي فيه إيه؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، وتعظم المعيشة، هذه ليست من الأب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته معه. أما من يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. فلما بنقول إن إحنا العالم انتهى بالنسبة لنا، انتهى بالنسبة لنا ليها شهوات العالم، إحنا متنا عن العالم. قديس بولس الرسول لما يحب يتكلم على إيماننا المسيحي، بدايته المعمودية، يقول إيه في غلاطية 2:22 أو أنا آسف 2:20، يقول إيه؟ يقول مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا، وما أحياه الآن في الجسد، أنا لسه عايشة وفي العالم، ما أحياه الآن في الجسد أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. فيوم ما أنا اتعمدت أنا اتصلبت مع المسيح وقمت معاه وبحيا حياة جديدة، مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فأولاد ربنا العالم انتهى بالنسبة لهم من يوم معموديتهم، من يوم ما اتصلبوا مع المسيح وقاموا وخدوا قوة الصلب دي يعيشوا بها كل يوم، قوة الإماتة اللي خدوها في المعمودية يعيشوا بها كل يوم. درجة لما القديس بولس الرسول بيقول أنا بفتخر بإيه؟ بيقول حاشا لي أن أفتخر إلا إيه؟ بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. أنا ميت بالنسبة للعالم والعالم ده منتهي بالنسبة لي، صلب العالم لي وأنا للعالم. فده العالم بالنسبة لأولاد ربنا، لا بيغريهم ولا بيلمع قدامهم ولا بيشغلهم، هم ماتوا بالنسبة له والعالم مات بالنسبة لهم. ويقول برضو حاجة تانية القديس بولس الرسول، يقول الخطية محوطاكم في العالم، احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية. الخطية قدامكم أنتم ميتين عنها، الميت لا بيفكر ولا بيبص ولا بيحاول يسمع ولا بيحاول يشوف، الميت. احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية لكن أحياء لله، منفتحين على ربنا، متفاعلين مع كلامه ومع حبه. لكن بالنسبة للعالم مفيش تفاعل. احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية لكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. فأولاد ربنا العالم بالنسبة لهم انتهى، ينتظرون وطنا أفضل سماويا زي ما بيقول في عبرانيين 11، ينتظرون وطنا أفضل، ليس لهم هنا مدينة باقية زي ما قال في عبرانيين 13، ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة أن تكون، ليس لنا هنا مدينة باقية. نحطش رجاءنا في هذا العالم. النهاردة في الكاثوليكون قديس يعقوب في الإصحاح الرابع من رسالته يقول إيه؟ يقول أيها الأغنياء ابكوا، أنتوا اللي مسكين في الغنى ومتكلين على الأموال، ابكوا على شقواتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، العتة أكلت ثيابكم. ده شايف اللي هيحصل على طول أهو، ده هيحصل، الغنى ده هينتهي والثياب هتاكلها العتة. بتكنزوا لإيه؟ زي اللي بيربي خروف ليوم الذبح، قالها لهم كده، قال لهم انتوا ده كل حاجة هتنتهي، هتسيبوا العالم وتمشوا، بتاخدوا ايه متشبسين بالعالم ليه؟ ليه؟ فأولاد ربنا العالم انتهى بالنسبة لهم، عشان كده ما بيخافوش من نهاية العالم، بالعكس بيطلبوا نهاية العالم. في كان حتة في الصلوات الليتورجية في القداس زمان قوي، القداس القديم، يقول ايه؟ يقول تعالى يا رب ولينتهي العالم. كان من ضمن الصلوات زي أين يا قلوبكم هي عند الرب، فلنشكر الرب
من الحق والعدل أن نشكره، مستحق وعادل، يعني من الحق والعدل أن نشكره. من ضمن الصلوات دي بتاعت القداس كانت في صلوة بتقول تعالى يا رب ولينتهي العالم، اشتياقات كده، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، عايز أخلع هذا الجسد اللي تعب ومرض وتهرأ مع مرور الأيام، أخلعه بقى وأنطلق وأبقى في حضن المسيح. فأولاد ربنا العالم إيه؟ انتهى بالنسبة لهم. مش عايزين ننسى دي أبدا، احنا كلنا تعمدنا، مش عايزين ننسى إن احنا من يوم المعمودية والعالم انتهى بالنسبة لنا. العالم بمعنى شر العالم وشهوات العالم، لكن الخليقة حلوة وجميلة بتمجد ربنا وبنشوف فيها جمال وعظمة ربنا. الناس مخلوقين على صورة ربنا كلهم، جميع الأشكال والألوان والأجناس، بنحبهم وبنخدمهم وبنتمنى لهم الخير وبنساعدهم. أما العالم بمعنى الشرور والشهوات والكبرياء والبهرجة والتعظم المعيشة، أهو ده إحنا انتهى بالنسبة لنا. تالت حاجة النهاردة وإحنا بنتكلم على نهاية العالم، إنه ملكوت الله مش حاجة بننتظرها. امبارح في إنجيل عشية الفريسيين رايحين يسألوا ربنا يسوع، بيقولوا له متى يأتي ملكوت الله؟ قال لهم ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، مش هتقعدوا تراقبوه يجي إمتى والمواعيد إمتى ويوم كام وسنة كام. هوذا ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله يعني المسيح يسكن في قلوبنا، نثبت فيه وهو فينا، نبقى هيكل الروح القدس. يعني احنا الهيكل الجديد؟ ايوه. يعني ما تفرقش معانا الهيكل ده يتهد ولا ده يتحرق ولا ده يتدمر ولا هنا كل حجر لا يترك فوق حجر؟ ايوه. مش هو طبعا احنا بنتمنى الخير، ما بنتمناش الشر لاي حاجه ولا اي، اللي عنده محبه يحب البناء ما يحبش التدمير. لكن الهيكل الخارجي ده والمباني الخارجيه دي كلها تنتهي، ده طبيعي، ليه عمر، ليه عمر وبتنتهي. لكن في هيكل جوانا، احنا هيكل الله الحي، ملكوت الله داخلنا لا ينتهي ولا يمكن تدميره، محدش يقدر يحطم هذا الهيكل. هو ذا ملكوت الله داخلكم، عشان كده هو ده اهتمامنا، اهتمامنا ان يكون احنا نكون احنا هيكل الله، والكنز الصالح الروح القدس روح الله يسكن فينا. الكنز ده جوانا، هو ده النصيب الصالح الذي لا ينزع من الانسان، لا ينزع. اما المباني اللي في الارض هيئه هذا العالم تزول، تزول هيئه هذا العالم تزول بكل ما فيها، لكن الملكوت جوانا لا يزول، بعكس الهيكل الفخم كان بتاع اليهود ولا المباني الفخمة اللي في العالم ولا كل الممتلكات بتاعة العالم. هيئة هذا العالم إيه؟ تزول. أنتم هيكل الله الحي، إحنا هيكل الله الحي، وهو ده أهم حاجة. وبعدين في وسط الكلام النهاردة يقول إيه ربنا يسوع؟ يقول السماء والأرض تزولان أما كلامي فلا يزول. فاللي يرتبط بكلامي يحيا إلى الأبد، اللي بيرتبط بكلامي ما يموتش أبدا، اللي يرتبط لأن كلامي هو روح وحياة، اللي بيتمسك بكلمة ربنا وبيعيشها وبيحبها وبيلهك فيها وبيتغذى بيها هو ده اللي بيتغذى بالحياة اللي هي مش ممكن تزول. أختم بآية جميلة بحبها قوي في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث، ربنا بيقولها للملاك السادس من الملائكة الكنائس السبعة، بيقول له إيه؟ بيقول له أنت ماشي كويس، ده أفضل واحد فيهم كان، بيقول له أنت ماشي كويس وأنا فاتح لك باب في السماء وأنت ماشي كويس، بس إيه؟ تمسك بما عندك. آخر كلمتين قالهم له كده، تمسك بما عندك،
لئلا يأخذ أحد إكليلك. أنت خلاص مت عن العالم، والعالم ده انتهى بالنسبة لك، وبتحب كلامي وبتثبت فيه، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، واسمي الجديد. تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. فالنهاردة حديثنا عن نهاية العالم ركزنا في الثلاث نقط دول. لازم ننفرد مع المسيح عشان نعرف أسراره، وهو هيعلن لنا أسراره إذا إحنا خصصنا له وقت وقعدنا معاه في هدوء وفي خلوة، هيكشف أسراره لينا. تاني حاجة، إن العالم انتهى بالنسبة لأولاد الله، وما عندهمش أي رجاء في هذا العالم، ولا بيفكروا في إن هم يزودوا أرصدة ولا شهرة ولا كرامة في هذا العالم. بيكتبوا سيرتهم في السماء، عايشين على العالم، عايشين في العالم، بيستثمروا وزنتهم لصالح نصيبهم الأبدي ولصالح الملكوت ومجد الملكوت. وأخيرا، فإن ملكوت الله هو داخلنا لا يزول. الهياكل اللي في العالم والمباني الفخمة كل دي هيئة هذا العالم تزول، لكن احنا بنتمسك بكلمة ربنا، نتمسك بعمل روح الله فينا، فيصير ملكوت الله داخلنا، وهذا هو النصيب الصالح الذي لا ينزع من الإنسان. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.